بسم الله الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين. نحن اليوم أرغمنا على هذا الإجراء وهو الدخول في إجراء لمدة 3 أيام، مطالبين بلجنة وزارية للتحقيق في الوضع الذي وصلنا إليه ومحاسبة كل من كانت له يد في هذا الوضع. بكل بساطة كانت لدينا لائحة مطالب رفعناها في 1 مارس 2020 للسيدة المديرة، وعقدنا معها اجتماع ناقشنا هذه المطالب. بعد هذا الاجتماع كان العكس تماما، لم تأخذ هذه المطالب بمحمل الجد. اليوم لا نرضى إلا بلجنة وزارية محايدة تحقق في الوضع وتحاسب كل من كانت له يد في هذا الأمر. من أجل المطالبة ببعض الحقوق المشروعة باعتراف الإدارة طبعا، منها الحق في الترقيات، الحق في التكوين، التعامل مع موظفي مديرية السياحة بطريقة مهنية وبطريقة قانونية، لا لاحتقار الإطارات، لا لتهميش الإطارات. الإطارات هذه كلها راهي فرماتها من الدولة. موظفين كل كانوا يعقدوا آمال كبيرة على تحقيق المطالب تاعهم في جزائر الجديدة، جزائر نبذ الموالاة، جزائر الكفاءات، جزائر التي يبنيها ويشارك في بنائها ونجاحها كافة الجزائريين. إن شاء الله نطلبوا من الوزارة الوصية ترسل لنا لجنة وزارية، لأن راسلناها وعدم الرد. على غالب وصلنا لمرحلة انفو لازم نديروا ونخرجوا واش كاين في صدورنا باه تسمعونا. والسلام عليكم.